كده وقلتوا عني ممول وقبيط. اما رقم ثلاثة بقى وده الاهم، حوار بذيء جدا وشوية صور ساخنة تثير لعاب المعيز وتخليهم ما يبصوش لاهم شرط صحفي قبل النشر، الا وهو شرط التحقق مقابل تحقيق السبق الجامد اللي هيكسر الدنيا. انا اسف على الالفاظ والله، بس هي ما كانتش هتيجي معاهم غير كده. طب يعني خلصت انت كده ولا عندك ارقام تاني؟ رقم اربعة طبعا وده برضو مهم، الا وهو الشخص اللي هيشتكي وهيبعت الحاجة للهدف المطلوب، وده كان صديق من دولة خليجية رقمها مطمئن للمعيز لكنه في امان بره هذه الدولة وبعيدا عن بطش معزة. يا عم انت هتعمل لنا فيلم، هتقول انا اسف وغلطت وخلصت. طب كل الصور والفيديوهات والفويسات اللي اتنشرت واللي لسه هتتنشر هحطها لك انا هنا في الفيديو بعد ما اخلص كلام. طب وفيها ايه دي يعني؟ طب ما طبيعي تكون عندك، ما انت اللي بعتها اصلا، انت تشتغلنا يا جدع. طب اسال انت كده اي حد بيستعمل سناب شات وقول له الخطوط اللي فوق والدايره اللي في الجنب بيظهروا عند اللي باعت ولا عند اللي راح له الفيديو بس؟ يعني من الاخر الفيديوهات اللي هتتنشر النهارده وبكره عندكم لو هي موجوده عندي في الفيديو ده دلوقتي يبقى انت لازم تسال نفسك. ما تجيب من الاخر يا مولانا، انت عايز تقول من الاخر يا زعيم بقى. فدي نسخه من السكرين ريكورد اللي راحت لكم من الواتس الخاص بتاع الشخص اللي بيشتكي، واللي انتوا عرضتوه امبارح وهتعرضوه النهارده وهتعرضوه بكره، والمتصور من هذا السامسونج المكسر الحقير ده، والمعموله على برينك شات في 4 ايام بس، واللي كل معزكم باخباركم باهرامكم بجمهوريتكم ودستوركم ووطنكم ومناظريكم ومشاهيركم نشروها للعبد لله. انا تعبت فيها جدا الحقيقه، لانك في برينك شات تقدر تعدل التوقيت بس التاريخ لا. بس الحمد لله اخوكم لقالها صرفه برضو على افتر افكت. هتشوفوا عندكم هنا كل حرف لنهايه الشات من تليفون الضحيه، الا ان كان في حته تفصيله او اضافه صغيره قد كده هو ما راحت لكمش، فوجب يعني التنويه عنها. ازاي الحال بقى دلوقتي؟ قلت لكم انا مش شيخ، انتوا مصممين تتعاملوا معايا على ان انا شيخ، انتوا حرين بقى. يا من هواه اعزه واذلني. انا لو ليا تسريب مشين يا منديل المعيز انت، مش كنت جبت ورا انا وقلت لك ماشي على مساومتك الرخيصه ليا قبل النشر؟ حظك العاسر بقى يا اخي. وبالنسبه للصور فهتلاقي عندك صورتين جامدين كده، وبقصهم بقى وشيلهم من المونتاج، ما لهمش لازمه خلاص عشان دول اصلا ما كانوش لسالو، دول كانوا ليك انت. مش بقول لك مش شيخ، عجبتك انت الحته بتاع التشققات وحطيتها لها في التسريب الاولاني عشان تجاملها صح؟ انا عارفك هتعمل كده، بس هوقع بنت اسوكا. منديل المعيز كان بيغازل البت العشرينيه بنت الراجل الطيب اللي كان بيبعت له التسريبات. اسرب لك انا دلوقتي؟ قابل ايش يا ستي، حاسه انكي كمان 3-4 سنين تكوني كبرت شويه، وبعدين ساعتها ممكن اسمح لك تشوفيني، وان شاء الله لو جيت عمره قريب هتصل بيكي واشوفك. يا حبيبتي ابعت لك تذكره الطيران وتيجي تقعدي معايا. مش انا لوحدي اللي بشقط اهو. قشطه. شفت يا سوكا بيخون؟ انتوا بكل معزكم باعلامكم بتتحدوا مع بعض عشان تعملوا لي انا بس ترند، وفي الاخر بيطلع قصفكم ضعيف 3-4 تلاتة.